اهلا بحضراتكم من جديد وفقرات دي اخر بقى فقره من الاهلي خط احمر. طبعا النهارده عيد ميلاد الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي، بنقول له كل سنه وانت طيب، وبالتاكيد يعني يا فارس يعني حظه ان هو جاي معانا فقره في يوم عيد ميلاده. كل سنه وهو طيب، واحنا في عيد ميلاده بنقدم له هديه بسيطه كده، وهي ان منظومه النادي الاهلي صعب حد ينال منها خصوصا لو بالباطل. بالتاكيد طبعا كلام اتقال بشكل مباشر عن الكابتن امير توفيق وعن استدعاء الكابتن امير توفيق او محاوله ايقاف الكابتن امير توفيق، وزي ما احنا من بدايه الحلقه بنروح باختصار نشوف الفيديو. عملوا مداخله جميله جدا جدا لمحمد بسام، ومحمد بسام قال انا يا جماعه من 3 اسابيع تلقيت اتصال من امير توفيق رئيس يعني او مدير لجنه التعاقدات يعني في النادي الاهلي من 3 اسابيع، وقلت انا اتمنى طبعا ان انا العب في النادي الاهلي وكده، بس الموضوع ما مشيش، وامير توفيق بيكلم محمد بسام وهو عقده مستمر مع طلائع الجيش، يعني هو لاعب بيعترف على مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، وهو بيكلم لاعب وهو متعاقد مش في وقت المسموح به لان انت تتكلم مع لاعب قبل 6 شهور من نهايه تعاقده. فامير توفيق كلمه في التليفون وكده، الراجل اعترف بحسن نيه يعني، فاحنا لو في اي حته في الدنيا امير توفيق لازم يعاقب. كابتن امير توفيق لازم يعاقب، واعتقد يعني لست المندوب السامي عن فريق طلائع الجيش او عن مجلس اداره فريق طلائع الجيش. بالتاكيد بسام هو بيتكلم هو عارف بيتكلم عن ايه، وبالتاكيد النادي الاهلي دايما بيطرق الابواب وبيخاطب مجالس الادارات، والاهم من كل ده لما بنلاقي اللعيبه اللي ممكن النادي الاهلي او في احتماليه للتفاوض معاها، شوف بيلعبوا ازاي قدام النادي الاهلي. بسام حقق بطولة السوبر أمام النادي الأهلي بركلات الترجيح، وده اللي بياخد الكريدت فيها أكيد حارس المرمى، لكن حراس مرمى تانيين بيغيبوا عن التدريبات، ما بيروحوش التدريبات، بيتعالوا على مدربهم السابق، بيتعالوا على اللاعبين أو لاعبي زمايله في الفريق، وبيطلع يقول أنا مش راجع النادي ده، أنا خلاص رايح نادي تاني، وبيطلع رئيس النادي في التوقيت ده بيقول إن الحارس ده معانا، ويطلع مدربه مدرب حراس المرمى يقول اللي حصل من الحارس بتاعي انا مش قادر استوعبه، وفي نفس الوقت يكون الكابتن امير توفيق بيتعاقد مع لاعب جوكر يقدر يلعب سنتر باك ويقدر يلعب نص ملعب من نفس الفريق، وبرغم محاوله اشعال نار الفتنه بيننا وبين الفريق ده، لكن المدرب حراس المرمى بيطلع بيشيد باحترافيه النادي الاهلي. ممكن الناس ما تبقاش عارفه اللاعبين اللي بنتكلم عليهم، احنا بنتكلم على واقعه ناس شغل دماغ. محمد عواد واقعه متولي، والفرق ما بين المفاوضات ورجعه وطبقوا. طب مين الكابتن بقى اللي اتكلم؟ اللي اتقالت الكابتن اللي اتكلم على كابتن امير توفيق؟ لا، مين الكابتن اللي قال المدرب اللاعب بتاعي انا خذلت فيه؟ كابتن سعفان الصغير. كابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى، ولكن هنطبق المبدا بتاع المفاوضات، واولا انت بتتكلم في كلام انت ما تعرفش اداره طلائع الجيش اصلا النادي الاهلي تواصل معاه بشان ضم اللاعب ولا لا، عشان خاطر تسقط القصه دي. بس تعال عندنا فيديو لكابتن اسماعيل يوسف بيتكلم عن كابتن ياسر ابراهيم ومحاولات ضمه، ونشوف الكلام بتطبيق القاعده اللي اتقالت يبقى راي خالد الغندور فيه ايه. نشوف الفيديو. كنت في حاضر جلسه موضوع ياسر دوت، وهو كان فعلا طلب الكلام دوت، ومضى معانا شخصيا انا واحمد مرتضى وامير في بيت احمد مرتضى. حصل يعني في توقيت الامضاء. نعم. فكون ان التوقيت ان يطلب قبل 3 ايام من مباراه دي طبعا يسأل عليها اتحاد الكوره، ان الولد يروح ويعيط للكابتن طارق والمهندس فرج عام اللي هو منهار من نفسه. لا طبعا في ضغوط في ضغوط عليه شديده جدا، وهو بالنسبه لنا خلاص كده. طيب احنا بنتكلم في كابتن اسماعيل يوسف
راجل اللي كان موجود في مجلس إدارة، يعني مش لاعب كمان، لا ده عضو مجلس إدارة يعني مفاوضات رسمية، بيتكلم عن محاولة ضم لاعب من نادي سموحة، وإن كان في ضغوط هي اللي وجهته، ولكن إن كان في تفاوض معاه وكان في توقيع بعكس رغبة نادي، يعني لا قصة الست شهور ولا قصة اختار نادي. وأعتقد لو ده بيحصل في العالم كان لازم يكون في موقف. أحيانا بعض الكلام بيكون مرسل، ولكن فاهمين كل حاجة. وبنقول لكابتن أمير توفيق كل سنة وانت طيب، وسيبك من الكلام اللي البعض بيقوله وبيكون كلام ملوش قيمة. بس الجميل في كابتن إسماعيل يوسف إنه بيقول أنا وقعت معاه في الأوقات الرسمية، اللاعب أصلا وقع مع النادي الأهلي في موافقة سموحة، وكان باقي سنة لسه في عقد ياسر إبراهيم مع سموحة. الأوقات الرسمية سنة ونص يا سيدي، بحبح الأوقات الرسمية درجات.